يا شيخ، بالنسبة لتفطير الصائم والأجر، الأجر في تفطير الصائم، إذا هناك صائم أفطر في المسجد على تمر ثم بعد الصلاة جبته عندي في البيت وأكمل عشاء، هل يكون لأجر التفطير؟ الله أعلم، لك أجر بس إن شاء الله. لكن إذا الأجر التفطير لك, لك أجر والحمد لله. لكن مو بأجر التفطير يا شيخ. لك أجر والحمد لله. كان إلقاء هذه الثلاث أسئلة على فضيلة الشيخ العزيز بن باز حفظه الله، مغرب يوم الثلاثاء 22 من شهر رمضان عام 1418 هجرية.